أهلا بكم. عريقات يقول إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعث برسائل إلى أطراف اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط يحدد فيها الأسس الفلسطينية للذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويشير إلى أن الجانب الفلسطيني سينسحب من محادثات السلام المباشرة مع إسرائيل إذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية بناء أي مستوطنات جديدة. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتلقى دعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لحضور إطلاق مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مطلع الشهر المقبل في واشنطن، ومصر ترحب بدعوتها للمشاركة في محادثات السلام المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ناطق باسم هيئة الطاقة النووية الروسية الحكومية يقول إن فنيين بدأوا اليوم عملية نقل الوقود النووي المكون من اليورانيوم من منطقة تخزين إلى المفاعل في محطة بوشهر. صحيفة واشنطن بوست تقول إن الخطوات التي تتخذها الحكومة الأردنية لتقييد الحريات تؤذي سمعة النظام وتولد استياء بين الأنصار التقليديين للحكم. إسرائيل تبعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعرب فيها عن قلق تل أبيب من أن تكون سفينة المساعدات اللبنانية المتجهة إلى غزة تابعة لحزب الله. تقرير استخباراتي يشير إلى أن جهاز أمن الدولة البحريني أبلغ الكويت والسعودية ودولا خليجية أخرى أن مجموعات مسلحة تستعد للتخريب فيها إذا تعرضت إيران لضربة عسكرية بسبب برنامجها النووي. إجلاء أكثر من 50,000 شخص مع اجتياح الفيضانات شمال شرقي الصين. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. إلى اللقاء.